وما احكي اي شغل. باعز الاوقات اللي لازم انا احكي فيها ودافع فيها عن حالي. الفكره اجت شي ببالي من برنامج نحن عم ندربه من 4 سنوات. الصبايا اللي شاركوا معنا اغلبهم من صبايا نيو لايف اللي هن عضوات من 4 سنوات فيه. أي نشاط بيصير بيشاركوا فيه. بعد ما حضروا البرنامج حبوا يعبروا عن رأيهم ويحكوا قصصهم، بما أنه البرنامج اللي هنا حضرانينه ميوي سيريا بيحكي عن السرد القصصي وعن التعبير عن المشاعر. الصبايا لهم تقريباً 2 شهرين عم نتدرب بكل شيء، حركة الجسد، بأنهم شلون يحكوا قصتهم خلال 10 دقائق. الخلاف باسم بنتي، لا تقربي، ممنوع تقربي، فالكل يعني أحياناً يتذمر إنه ما حدا عنده غلط غيرك يعني. نحن اصلا بهذا البرنامج بنحكي عن السرد القصصي واهميه القصص وقد ايه مهم انه نحن نحكي ونتواصل، وهي الفعاليه هي عم توصل نفس الفكره قديش مهم نكون نحن عم نحكي قصصنا. فجينا لنعملها ولنقول تعالوا لنبدا نكون عندنا الشجاعه والقوه لنحكي قصص، ولحتى نساعد سيدات هن بحاجه مكان ليعبروا، او يمكن هن قبل هالمره ما طلعوا ليحكوا قدام ناس، يمكن حتى قبل هالمره ما كان عندهم الجرأه او القوه ليحكوا قصتهم. فكانت هي الفعاليه. وطلي على ملامحي صار تتغير بعد الجرعات الكيماوية، كيف صار شعر راسي يهر، مو بس شعر راسي حتى حواجبي ورموشي كلهم يهروا. فعالية شي ببالي اللي بتحكي هي قصص، بتوصل رسائل للناس. كانت تجربتي والله عن رغبة بأنه الناس تعرف دائما الحياة فيها خيارات متعددة، فينا نحن نعمل الخيار اللي بيناسبنا، مو شرط يعني نفكر بالخيارات المطروحة قدامنا، فينا نغير أي شيء من حوالينا إذا نحن حبينا نغيره. هذا الشيء توقعت إنه رح يساعد كثير من السيدات أو من الرجال، من الحضور بشكل عام، ليفكروا بطريقة مختلفة، ليتعاملوا مع الأحداث اللي بتصير بحياتهم بشكل مفاجئ. هي ممكن تكون أزمات، ممكن تكون أحداث، ممكن تكون تغيرات ما أنا مدروسة ما أنا محسوبة، بس في آليات معينة لنتعامل معها، ردود أفعال معينة بتخلينا نحن نقدر نتحكم فيها.